دولة تاخذنا ودفتنا لهنيك، ما لنا رايحين معلم، بنحط نسواننا اولادنا بنحرقهم هون وخلصت، ولا بنسلم عرضنا لهذا النظام الفاسد. اشكر خبر ما في شيء مخبى، ما عاد نخاف من حدا، لا من بشار ولا 600 بشار. بيوتنا راحت، املاكنا راحت، ضلينا بالشوارع. الحزب الايراني، الشرطة العسكرية الروسية، الميليشيات كلها باراضي سوريا، وين بدنا نروح نحن؟ معقول انا سلم ابني وبنتي للنظام؟ وشو بيقولوا لك الشام ما فيها شيء؟ فيها كل شيء سوريا. اعتقالات، تشنيح، كل شيء، كل شيء اللي بدك اياه في سوريا. وما عاد في شيء مخبى معلم. اشكرك خبر. بيوت ما عندنا، املاك ما عندنا، بشار الاسد دمرنا. ولسه بيقولوا لك فلان وفلان دمرونا. لك خربوا بيوتنا، لك يلا عن روحه وروح ابوه. اكثر من هيك ما عاد فينا نحكي. عم نلم بلاستيك. الله لا يوفقك يا بشار الاسد، الله لا يوفقك، الله يذلك.